بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ صدق الله العظيم. ثم كان الإنسان قبل أكثر من 5000 سنة عزف إنسان وادي الرافدين أول ألحانه الخالدة على قيثارة أور. الحضارة كلمة بلا حدود، لأن نفح الجهد الإنساني بلا حدود. وقد وجدت الحضارة مع أول فعل قام به الإنسان لتنظيم حياته. فأين ولدت الحضارة؟ ومتى ولدت الحضارة؟ وكيف ولدت الحضارة؟ ارتبط نشوء الحياة وتطورها بمصادر المياه: الأنهار، العيون، الواحات. وقد عبر القرآن الكريم أروع تعبير عن هذه الحقيقة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. وفي هذا الوادي حيث نهرا دجلة والفرات تأسست أولى القرى الزراعية، فكانت الخطوة الكبيرة الأولى نحو تطوير حضارة الإنسان. نهر دجلة
ذكر في النصوص المسمارية السومرية باسم إدكنا، واسمه في الأكدية أدكلات وإدكلاتوم، ومنه اشتق اسم دجلة الحالي. نهر الفرات، واسمه في النصوص المسمارية بورانن أو بورونان، أما في الأكدية بوراتي أو بوراتوم، ومنه اشتق اسم الفرات الحالي ومعناه الماء العذب. شط العرب، لا نعرف زمن التقاء النهرين، فأقدم النصوص الآشورية وروايات المؤرخين الكلاسيكيين والعرب تشير إلى أن النهرين كانا يصبان في مياه الخليج منفصلين. آراء جديدة ترفض ذلك. أور، الوركاء، بابل، نينوى، هذه المدن تعني الحضارة الإنسانية الأولى في وادي الرافدين. بماذا تذكرنا هذه المدن؟ أورنمو، سرجون الأكدي، حمورابي، آشور بانيبال، نبوخذنصر، وعشرات الأسماء الأخرى التي صنعت لنا إنجازات حضارية كبرى. الكتابة، الزقورة وفن العمارة، الأدب والأساطير، القانون والمدرسة، مكتبة آشور بانيبال وعرباته الحربية، الجنائن المعلقة وبرج بابل الشهير. وما بين هذه الإنجازات من علوم الطب والفلك والحساب والهندسة، وما حوت الألواح من فروع المعرفة الإنسانية، كل هذه المنجزات لم تأتي من فراغ، ولم تكن قفزة غير محسوبة، فقد خرج الإنسان من الكهف ليبدأ تطوره قبل حوالي 15,000 سنة قبل الميلاد. في بلاد الرافدين وفي أعالي أراضيه ولدت الحضارة الأولى. ولدت الحضارة في الواقع لما خرج إنساننا العراقي الأول من كهوفه التي سكنها قبل أكثر من 15,000 سنة، لما كانت جبال العراق وشماله تغطي معظم أراضيه الثلوج والأمطار على مدار السنة. بلاد الرافدين، بلد الحضارة، ميزوبوتاميا كما أطلق عليه مؤرخو اليونان والرومان. في أرضه قامت أولى وأقدم الحضارات الأصيلة في الدنيا منذ أكثر من 6,000 سنة، وقبلها عرف العراقيون الأوائل الحياة المستقرة في قراهم الأولى منذ أكثر من 10,000 سنة. هذا العراق الذي أعطى الدنيا القديمة كثير من ما احتاجت إليه لبدء حضاراتها، أعطاها الزراعة الأولى، وأعطاها وعلمها كيف تدجن الحيوان، وعلمها كيف تنشئ السدود والقنوات، أعطاها الكتابة، وأعطاها التدوين، وأعطاها القوانين، وأعطاها الملاحم والأساطير، وأعطاها أقدم أدب في الدنيا. هذا هو العراق الذي قامت على أرضه وفي دلتا جنوبه أولى وأقدم حضارة عرفها العالم القديم. بين 5,000 إلى 3,000 سنة قبل الميلاد ظهرت المعابد التي شيدت على مصاطب اصطناعية مثل معبد الإله إنانا ومعابد الإله آنو.
وكذلك المعبد الأبيض في الوركاء ومعبد إنانا في نفر. كما ظهرت الزقورة، المعابد العالية التي اختصت بها حضارة العراق القديم، ظهرت أيضاً في عصر فجر السلالات الأختام الأسطوانية، واستعمل دولاب الخزف السريع في صنع أواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام. كما تقدم فن التعدين وانتشر استعمال المعادن، وظهرت المدن وصنعت قطع فنية رائعة من النحت البارز والمجسم. كما توج كل هذه الإنجازات فن الكتابة، حيث اخترعت الكتابة لأول مرة في تاريخ الحضارة البشرية. إذ جاءتنا أول النصوص الكتابية من مدينة الوركاء في جنوب العراق، وهذه المدينة الكبيرة التي تعتبر مركز من مراكز الحضارة السومرية في الجنوب، وحوالي 3200 قبل الميلاد جاءت بداية النصوص. وأهم ما في هذه النصوص هي عمليات إحصائية التي تخص اقتصاد المعبد في بداية العصور التاريخية في العراق القديم. ولكن يجب العودة أيضا أنه هناك نظريات قبل اختراع الكتابة، هناك بعض الأشياء التي سهلت عملية اختراع الكتابة، أنه الإنسان ما قبل هذه الفترة، أي في حدود 1005 قبل الميلاد، من وقت مو وقتنا الحاضر، من 1005 قبل الميلاد يعني إلى الوقت الحاضر حوالي 7000 سنة، أنه هناك كانت أقراص معينة تسمى بأقراص التوكن، كانت تستخدم لعمليات الحسابات الرياضية لاقتصاديات المعبد السومري القديم. وبذلك تمكننا من معرفة اختراع الكتابة ونشوء الكتابة في جنوب العراق، وتعتبر الكتابة في العراق القديم هي أقدم كتابة على وجه البسيطة وعلى في الكرة الأرضية قاطبة. عصر فجر السلالات كان عصرا سومريا قام في القسم الجنوبي من العراق الذي عرف ببلاد سومر، والذي يكتب بالعلامات المسمارية الثلاث كي إن جي. ما يزال شأن السومريين ودورهم في التاريخ القديم يعظم باستمرار كلما اكتشفنا آثاراً جديدة من حضاراتهم. ظهر الوجه المشرق للحضارة السومرية في مخلفات مدينة كرسو ومدينة نفر السومريتين، وهما أشهر المراكز الثقافية السومرية. وصلنا من هاتين المدينتين مدونات كثيرة ورائعة. ورغم كل الاكتشافات يبقى السؤال قائماً، ترى من هم السومريون الذين بدأ بهم ما يسمى بالعصور التاريخية؟ السومريون هم بقايا، أو لأقل أسلاف سكان القرى الأولى في شمال القطر. انحدر السومريون حسب ما أعتقد في رأي المتواضع من الشمال إلى ما يعرف ببلاد سومر في الجنوب، وأقاموا هناك وأسسوا دويلات مدنهم. هذا حدث في حدود 1005 قبل الميلاد. فإذا في رأيي أن السومريين هم من سكان العراق الأوائل، وأنهم لم يأتوا من أي بلد آخر خارج القطر كما زعم بعض الباحثين. ترك لنا السومريون كل شيء، العمارة وفنونها، الكتابة كأعظم إنجاز للفكر الإنساني، الري واستخداماته. ترك لنا السومريون دياناتهم ومعتقداتهم التي ظلت البؤرة التي يتمحور حولها فكر من جاء بعدهم من الأقوام. الأدب والأساطير
والحكايات هي أيضا من كنوز الفكر الإنساني الذي تركه لنا السومريون ثم نقلها من جاء بعدهم. زاد عليها أو حور فيها بعض الشيء لتخدم معتقداته. إذن كان السومريون بناة فجر حضارة الإنسان. وصلت وعلى موجات أولى الأقوام الجزرية، جاءوا واختلطوا بالسومريين، أخذوا منهم وأعطوهم مما حملوه معهم من فكر ومعالم حياة. إنهم الأكاديون الذين شكلوا في عهد زعيمهم سرجون الأكدي أول إمبراطوري في الشرق. كانت مدينة أكد عاصمة لهم. ما زالت هذه المدينة ضائعة على الخارطة الأثرية. كان سرجون الأكدي بحق واحداً من أعاظم القادة السياسيين والعسكريين. لنقرأ هذا النص عن انتصاراته بعد أن خاض 43 معركة ضارية. صارت سفن ملوخة وسفن دلمون ترسو في المرفأ أمام مدينة أكد. ولنقرأ أيضاً ما كتبه عن نفسه بعد أن وصلت فتوحاته أقصى مدياتها. الآن أياً كان الملك الذي يدعي أنه نظير لي فليصل حيث وصلت أنا. خلف هذا العاهل العظيم عدد من ملوك أكد، كان أعظمهم جميعاً نارامسين. نارامسين، لنقرأ ألقابه، وهو ملك أكد، وهو ملك الجهات الأربع، وهو ملك العالم. لم يكتفي نارامسين بكل هذه الألقاب، فأضاف إلى اسمه مسحة التقديس باستخدام علامة الألوهية النجمة في كتابة اسمه على غرار أسماء الآلهة. انتهت الإمبراطورية الأكدية أمام زحف قبائل همجية كانت تستوطن أواسط زاغروس في همدان. الكوتيون دام احتلالهم للمنطقة ما يقرب قرنا كاملا من السنين. من الوركاء خرج الملك أوتوهيكال ليقود أقدم حرب تحرير في التاريخ ليطرد الكوتيين. انتصر أوتوهيكال وأعاد الملوكية إلى بلاد سومر. انتهى حكم الملك أوتوهيكال في الوركاء بقيام سلالة جديدة في مدينة أور عرفت بسلالة أور الثالثة، التي تعتبر آخر سلالة سومرية في التاريخ. كان أورنمو أشهر ملوكها ومؤسسا لها. موجة جديدة من الجزريين تصل وادي الرافدين. الأموريون، أخذ الأموريون من حضارة وادي الرافدين وتأثروا بها وشكلوا عدة سلالات أو ممالك في عدد من المدن. في مدينة إيسن، في مدينة لارسة، أشنونة مملكة آمورية ثالثة. في مدينة بابل أسس الشيخ الآموري سومو آبم في عام 1894 قبل الميلاد سلالة بابل الأولى. لماذا بابل؟ كان اختيار الآموريين لبابل عاصمة لهم اختياراً موفقاً، إذ أنها تقع وسط العراق تقريباً إلى جانب منعتها الجغرافية. أعظم وأشهر ملوك هذه السلالة حامورابي.
معنى اسمه الإله حامو عظيم أو مكثر. والإله حامو من الأرباب الجزرية. استلم حمورابي الحكم سنة 1793 قبل الميلاد، ولم تكن مساحة دولته تزيد عن دائرة قطرها 50 ميلا. استطاع خلال مدة حكمه القضاء على جميع الرؤوس الحاكمة المعاصرة له، هادفا تحقيق وحدة بلاد ما بين النهرين. أشهر ما تركه لنا حمورابي مسلته الشهيرة التي تحوي شريعته وقوانينه. انتهى العصر البابلي الأول أمام زحف الكيشيين الذين قدموا من المنطقة الوسطى لجبال زاغروس المعروفة الآن بلورستان. على الرغم من طول فترة حكمهم التي استمرت من 1595 قبل الميلاد حتى 1157 قبل الميلاد، إلا أن الغموض ما زال يلف تلك الحقبة لقلة المصادر المدونة. ومع ذلك ما زالت لدينا زقورة عقرقوف وقصر الملك الكيشي. ربما منذ مطلع الألف الثالث قبل الميلاد استقر الآشوريون القادمون من جزيرة العرب في القسم الشمالي من العراق، فعرفت المنطقة باسم بلاد آشور. اسم آشور ربما نسبة إلى أول عاصمة لهم وهي مدينة آشور، أو أنه اسم إلههم القومي. الآشوريين هم من الأقوام الجزرية التي هاجرت من جزيرة العرب إلى بلاد الرافدين أو العراق القديم، واستوطنت القسم الشمالي من العراق وبالذات في مدينة آشور العاصمة القديمة للآشوريين. وعند استقرارهم في هذه المنطقة واختيارهم لهذه المنطقة المهمة بدأوا بتأسيس أولى الكيانات السياسية للآشوريين في هذه المنطقة وأول أساس متين لدولة آشور. الآشوريون مروا في 4 مراحل رئيسية: مرحلة التبعية السومرية الأكادية، مرحلة العصر الآشوري القديم بين 2000 إلى 1521 قبل الميلاد، وكانت مدينة آشور عاصمة لهم، مرحلة العصر الآشوري الوسيط بين 1521 إلى 911 قبل الميلاد، ومن أشهر ملوك هذه المرحلة الملك شلمنصر الأول الذي أسس مدينة نمرود كالح، والذي حكم في الفترة بين 1274 حتى 1245 قبل الميلاد. في هذا العصر الوسيط كان التمازج الحضاري بين الآشوريين والبابليين واضحاً وعميقاً حسب ما وصلنا من كتابات. في عام 911 قبل الميلاد اعتلى الملك أدد نيراري الثاني العرش الآشوري، فابتدأ أقوى عصور الآشوريين وهو ما يطلق عليه العصر الإمبراطوري. وجاء عام 612 قبل الميلاد يحمل معه نهاية الآشوريين وسقوط دولتهم. بابل مرة أخرى. في عام 604 قبل الميلاد استلم العرش الملك نبوخذنصر ملك بابل العظيم باني الجنائن المعلقة. اسم هذا العاهل العظيم يعني الإله نبو يحمي ذريتي. الحروب الكثيرة التي خاضها نبوخذنصر من أجل توحيد المنطقة سياسياً وعسكرياً لم تبعده عن البناء الحضاري لبابل.
كل ما أظهرته التنقيبات في مدينة بابل يعود لعصره وعصر والده نبوبلاسر. الأسوار، شارع الموكب، بوابة عشتار. رحل نبوخذنصر ولم يخلف من يستطيع ملء مكانه بقوته وحكمته. بعد سقوط بابل دخلت المنطقة تحت الاحتلال الأخميني ثم المقدوني. في فترة الاحتلال هذه قامت في القرن الثاني قبل الميلاد دولة عربية بلغت بقوة أسوارها وقوة شعبها مكانة جعلتها تستعصي على الغزاة الرومان والفرس ما يقرب من 3.5 قرون. الحضر العربية، مدينة الشمس، عربايا كما يسميها الحضريون. دخلها الفرس الساسانيون عام 241 للميلاد، ثم جاء التحرير العربي الإسلامي لتقوم في أرض الرافدين سنة 132 للهجرة الدولة العباسية التي مدت خيمة الحضارة والمعرفة في سماء العالم، ولتكون الجسر العظيم لعبور قيم الحياة إلى شاطئ الأمان.